داد مراسل الغد محمد فاضل. محمد، تفاصيل المشهد في ضوء الغارات التركية على بعض المناطق. نعم سينار، ما حدث أن هناك هجومين شناء اليوم عبر طائرات حربية، وهي طائرات F-16 تركية، على مناطق في قضاء العمادية وتحديدا عند قرية شيلاتزي وجبل كورجار، وهي يعني مناطق كما يقول أصحاب المنطقة بأنها مناطق خالية قد أخليت من السكان بسبب القصف الذي تكرر عليها. اليوم كان هناك قصف عنيف لتلك المناطق وتحديدا في وادي في أحد الأودية لجبل كورجار. هذه الطائرات قصفت عند الساعة 9:15 بتوقيت العراق، ومن ثم عادت وقصفت بعد حوالي نصف ساعة أيضا، قصفت المنطقة وقصفت أيضا قرية شيلاتزي. يعني بحسب المسؤولين هناك لا يوجد أي ضحايا بشرية لهذا القصف، وأيضا هم يقولون بأنه حتى حزب العمال الكردستاني لا يتواجد في تلك المناطق، لذلك هذا التكرار لهذا القصف يبدو غريبا نوعا ما. لكن الملفت للأمر أن هذه القرى وهذه المنطقة هي لا تبعد سوى 40 كيلومتر عن الحدود العراقية التركية، وبالتالي قد نشهد دخول لقوات تركيا من هذا المفرق، مفرق العمادية، على اعتبار أنه في مفرق العمادية هناك أعداد قليلة من قوات البشمركة التي تقف عند تلك ذلك المفرق، وأن هناك توغل بالنسبة للقوات التركية. على كل إقليم كردستان استنكر هذا الأمر وقال بأن هذا الأمر غير مقبول، وتكرر لأكثر من مرة، وأنه لا يوجد أي عنصر لحزب العمال الكردستاني حتى تكون هناك ذريعة لقصف القوات التركية على تلك المناطق، وطلب من الحكومة العراقية. إذن ما هي أهداف هذا القصف محمد، يعني أو طبيعة الأماكن المستهدفة إذا كانت هذه المناطق كما تقول ربما هي ليست مأهولة بالسكان؟ هل هي مناطق عسكرية أو ذات طبيعة خاصة؟ لا فعلا هي كانت مناطق مدنية، لكن كان يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني، لذلك ما قصف اليوم هي مقرات فارغة كانت لحزب العمال الكردستاني. على ما يبدو أن حزب العمال الكردستاني أيضا قد وصلته معلومات حول وجود قصف لتلك المناطق، فانسحب منذ 3 أيام من تلك المنطقة. المنطقة تبدو فارغة تماما، لكن في حال تمشيط هذه المنطقة في كما يطلق عليه في المصطلح العسكري من قبل الطائرات، ستصبح هذه المنطقة منطقة خالية جدا تماما، وبالتالي قد تكون مكان يمكن أن تتوغل فيه القوات التركية. الكل يعلم بأن القوات التركية تريد الدخول إلى تلك المناطق، وتريد أيضا يعني محاربة حزب العمال الكردستاني على الأرض وليس يعني من خلال الطائرات فقط، وبالتالي قد نشهد دخول كما قلت للقوات التركية في تلك المناطق. طبعا هذه المنطقة تقع في منطقة عمادية، تقع في محافظة دهوك، وهي قريبة جدا من الحدود العراقية التركية. الحكومة العراقية حتى الآن لم تدلي بأي تصريح، لكن حكومة إقليم كردستان طالبت من الحكومة العراقية تدخل في هذا الأمر وتقديم احتجاج لدى السلطات التركية، وأيضا اتخاذ المواقف السريعة لمنع تكرار تلك الهجمات وهذه عمليات القصف، على اعتبار أنه إذا ما قصفت هذه المنطقة قد تخصف قرى أخرى، وبالتالي قد نشهد نزوح كبير لبعض القرى القريبة من الحدود العراقية التركية. نعم سينار.